كشفت مصادر مقربة من المحادثات الجارية بين الكتل السياسية لتقديم اسم مرشح بديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عن أن هناك اتفاق نهائي بين الكتل السياسية على مرشح حزب الدعوة الوزير السابق محمد شياع السوداني لهذا المنصب. وذكرت المصادر أن الكتل كثفت من مشاوراتها خلال الأيام القليلة الماضية للخروج برؤية توافقية، خصوصا مع قرب انتهاء المهلة المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء.